كابتن امير، يمكن انا بتكلم معاك في جزئيه ان نادي الزمالك كان الافضل، لان ما نقدرش نقول في حد اثر، يعني ما نقدرش مثلا نقول اللعيبه اثرت في حاجه او المدير الفني اثر في حاجه، ولكن يمكن نقول التوفيق كان بعيد شويه عن نادي الزمالك. وزي ما انت اتكلمت، مشكلتنا كانت في انهاء الهجمه او الفاينل تاتش كده بتاعه المهاجمين، كانت هتفرق كتير معانا خصوصا في الشوط الاول. بص، هو ما حدش اثر زي ما انا بقول لك، يعني صحيح. اللعيبه كلها ادت اللي عليها، لكن زي ما بقول لك يعني في بعض من الاوقات يا محمد مش هيجي لك الفرصه دي تاني. انت في اثناء المباراه انت الشوط الثاني راكب الشوط الاولاني ب 80 دقيقه وشغال كويس وبتلعب كويس، فلازم بقى يبقى عندي من جواه دوافع ان انا عايز اخلص الماتش. ما هو الماتش، ما انت النهارده لو الاهلي ما سجلش الهدفين وانت بتلعب بنفس الشكل وعدم الجديه في نهائي الهجمات، كنت هتروح لضربات جزاء وكنت ممكن تخسر ضربات جزاء، انت فاهم؟ فده درس للعيبه على عدم التاثير. لا، ما فيش حد اثر امبارح، لكن كانت ممكن الامور تبقى احسن من كده. لكن زي ما بقول لك برضه، نادي الزمالك، انا بكلمك بامانه، نادي الزمالك محتاج تدعيم في 3 مراكز. انا مش والناس كلها عارفه المراكز اللي انا هتكلم عليها. انت محتاج راس حربه يخلص، محتاج ضروري جدا. مع احترامي برضو صبحي وعواد 2 جوان كويسين وكل حاجه، بس انت محتاج معاهم جون برضو. وانا شايف ان انت برضو محتاج قلب دفاع، واتمنى للفتره الجايه لمحمود علاء برضو ياخد. اللي محمود علاء لعيب مش صغير، لعيب كويس ولعيب خبرات ولعيب عنده شخصيه، فاتمنى لمحمود علاء الفتره الجايه يبدا ياخد والثقه ترجع له. اللي محمود علاء لو في افضل حالاته صدقني بيفرق معانا الزمالك، لو ما بيفرقش حتى في الملعب بيفرق، ثوابت، بيلعب بدماغه كويس، بيجيب اجوان. فاتمنى للفتره اللي جايه يبقى في نظره لمحمود علاء شويه. لازم اقول لك، لو محمود علاء موجود في الملعب صدقني دفاع نادي الزمالك الشكل هيتحسن بشكل كبير جدا.